اسعد الله مساكم مشاهدينا في برنامج شباب قول وفعل من يوم الاحد الى يوم الاربعاء، نطرح كل المواضيع الشامله والمتعلقه بالشباب ونسلط الضوء على انجازات الشباب وكل ما يهم الشباب. اسعد الله مساك شباب. طبعا مساء النور سعود، واكيد مساء النور على جميع متابعينا اليوم في حلقه جديده من برنامجكم شباب قول وفعل. طبعا مثل ما انتم متعودين عندنا موضوع حلقه بنبلش فيه في البدايه، موضوعنا اليوم بيكون عن إتقان العمل. طبعا سعود، هذه من المواضيع اللي جدا مهمة ان احنا نناقشها في برنامجنا، كنا ان موضوعنا شبابي وان الشباب اكيد هم عمود هذا المجتمع، فمن المهم جدا ان الشخص يعرف اساسياته ويعرف هو شنو يحتاج وشنو اللي له واللي عليه في هذا العمل، ولا شايك سعود؟ اعتقد اليوم هبه اتقان العمل شيء جدا جميل، ان الشخص يتقن العمل والشخص من خلال وجوده في هذه الحياه يسعى دائما وتكرارا وابدا الى انه يسعى الى تحسين اتقان العمل. وحلو اتقان العمل هي وانت منجز ومصر على اتقانك الى اي شيء انت تشتغله او تسوي. صحيح فعلا، وايضا من اهم الاشياء اللي لازم احنا نعرفها بموضوع اتقان العمل ان الشخص جدا لازم يكون ملتزم بالوقت اللي يقدمه في هذا العمل. يعني انا اروح الدوام من بدايته لنهايته، مو شرط ان انا اتقن العمل بس في نقدر نقول دوام حكومي او في عمل معين اقوم فيه دائما، لكن اتقان العمل بشكل عام، سواء نقدر نقول الوالدين يعطونك عمل تقوم به لازم انت تقوم باتقانه، الاصدقاء يعطونك عمل تقوم به يجب ان يكون نقدر نقول اتقانه. فهذا موضوعنا اليوم لهذه الحلقه، جدا مهم نقدر نقول اتقان العمل، والمهم ان الشخص يعرف اللي له واللي عليه في هذا المجال. طبعا اكيد مشاهدينا احنا مستمرين في تقديم باقي فقراتنا، راح ننتقل الان الى فاصل تشاهدون ومن ثم نعود مع ضيوفنا. مشروع هومفيت للاستشارات الرياضية وقياس اللياقة البدنية مع الأستاذة هدى الشطي. فقرة الخط العربي مع شيماء العازمي. رياضة دفع الجلة والرمح مع اللاعبة باسمة ضايف نجم. فقرة الكاراتيه والفنون القتالية مع الكابتن محمد القطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذه الفقرة راح نتكلم عن أدوات الخط العربي. أكثر شيء يميز الخط العربي هي الأدوات، وبالطبع هذا اللي يجمل هذا الفن الجميل. الأدوات الخط العربي مو مقصورة على بعض الأدوات، الأدوات متنوعة، ممكن نستخدم أدوات كثيرة لكتابة الخط العربي، منها الأدوات والأقلام الكلاسيكية المعروفة مثل أقلام القصب أو قلم البوص اللي يكون مصنوع من الأخشاب الطبيعية. أنواع الأقصاب كثيرة متنوعة، منها أقلام الجاوي، أيضا مثل قلم الطمار مثل هذا القلم، نلاحظ أن حجم رأس القلم جدا كبير. يوجد أيضا أقلام مثل قلم الرزن اللي مصنوع من مادة الرزن أو المعروفة أنها هي البلاستيك، أيضا أقلام الحديد أو المعدن وتسمى أيضا بالسلاية اللي ممكن إحنا نغير رأس القلم. ممكن أيضا أن إحنا نستخدم الأقلام المعروفة الموجودة في كل المكتبات مثل أقلام الخط العربي، وأيضا بعض الأقلام مثل أقلام الماركة الموجودة أيضا نقدر نستخدمها، أو أقلام الرسامين مثل الماركر اللي يستخدمونه في الرسم وفي التلوين. هذا بالنسبة للأقلام. بالنسبة للأحبار اللي نكتب فيها هذه الأقلام، توجد أحبار خاصة بالخط العربي، منها أحبار مصنوعة بشكل طبيعي ومنها أحبار مصنوعة من مواد مثل الأكريليك أو القواش أو غيرها. بالنسبة للأحبار المستخدمة في الكتابة، توجد أحبار خاصة بالخط العربي وهي أحبار بعضها مصنوع بشكل طبيعي
وفي أحبال مصنوعة من بعض المواد مثل الأكريليك، مثل ألوان القواش، ممكن نستخدمها في الكتابة. الأحبار عندما نستخدمها نحتاج أن احنا نحطها في حاوية أو إناء، فنستخدم مثل هذا الإناء اللي يسمى بالمحبرة. المحبرة عادة تكون مثل هذا الإناء، ممكن يكون من زجاج، ممكن يكون من بلاستيك، المهم أنه يكون مثل حاوية وصغير عشان يسهل علينا حملة. طبعا عشان نستخدم المحبرة ونعد المحبرة نستخدم خيوط مصنوعة من الحرير تسمى بالليقة، هذه بالنسبة للمحبرة. بالنسبة للأوراق المستخدمة في فن الخط العربي، توجد نوعية أوراق نقدر نستخدمها في الكتابات مثل هذه الورقة، تسمى هذه الورقة بالورق المصقول، هو يتشابه مع الأوراق العادية، لكن الاختلاف يكون أن سطح الورقة ناعم. سبب النعومة أنه يساعدنا في كتابة الحروف بشكل صحيح. النوع الثاني من الأوراق هو الورق المقهر، وهذا نوع من الأوراق اللي نستخدمه في الكتابات الكلاسيكية. النوع الأخير اللي يكون مرسوم بفن معروف، ممكن فن الإبرو، ممكن احنا نصمم لوحات ونكتب على هذا النوع من الأوراق. باختصار هذه الأدوات المستخدمة في فن الخط العربي. نشوفكم إن شاء الله في فقرة قادمة، شكرا لكم. رجعنا لكم مشاهدينا مع مشروع جديد، مشروع هوم فيت للناشطة والرياضية هدى الشطي، صاحبة مشروع هوم فيت للاستشارات الرياضية وقياس اللياقة البدنية. طبعا أهمية الرياضة ومزاولتها اليومية على نفسيتنا شيء جدا مهم، وخصوصا المرأة، وهو حتى يأثر تأثير الرياضة شيء كبير على نفسية الشخص اللي يلعب رياضة. دائما تكون نفسيته أحلى، نفسيته أجمل، يكون منجز في عمله، منجز مع حتى أصحابه. لكن اليوم عندنا مشكلة أن المرأة العاملة أو المرأة اللي عندها واجبات منزلية تجد صعوبة في ممارسة الرياضة، فمشروع هوم فيت يانا اليوم ويقدم الحلول لكل السيدات العاملات، فنرحب فيك وحياك الله. تسلم، يعطيك العافية، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. الله يسلمك. طبعا أكيد أستاذة هدى احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا، أكيد يعني زميلي سعود ما شاء الله يعني قدم كل المعلومات المهمة بالنسبة للمشروع. طيب احنا حابين نعرف أكثر من خلالك، ما هو مشروع هوم فيت؟ هوم فيت أول شيء كبداية بلش كفكرة، الفكرة جاتني من احتياج، يعني أنا شخصيا موظفة وأم وعندي مسؤوليات وواجبات اجتماعية، وإحنا بمجتمعنا تواجيب ومشاوير يخلص اليوم، والمسؤوليات أو التدو لست ما تخلص، وناهيك عن النادي أو واجبي تجاه نفسي أو تجاه جسمي، أبي أنزل وزني، بسوي دايت، أبي ألتزم بالنادي. طبعا إحنا نسجل بالنادي وبس، إحنا نسجل وبس ننسى شيء اسمه نادي، يعني ما يمدينا نروح، لو بروح أسرع سريع بخلص لأن عندي شغل في البيت وعندي شغل كذا وعندي موعد. فيعني قعدت افكر كان زين لو في خدمه بالكويت، يعني ما شاء الله احنا بالكويت ما بقت الخدمات كلها، كل شيء هوم ديليفرد، كل شيء عندنا يوصل للبيت، حتى الصالونات، حتى يعني وايد اشياء قاعد توصل للبيت الحين، فليش ما يصير في عندنا مشروع بحيث ان المدربه بدل ما انا اطلع واروح النادي وما يمديني وعندي اسجل فيه وما اروح لهم، ليش ما المدربه تجيني؟ يعني يا ليت لو يكون في كذي خدمه. فبلشنا نسوي داتا اناليسس، بلشنا نسوي داتا كولكشن، قاعده نجمع الداتا والمعلومات من الدراسات الخفيفه اللي سويناها بالمجتمع الكويتي. لا والله في وايد ناس محتاجين، يعني خاصه البنات والموظفات والامهات وايد محتاجين حق خدمه مثل الخدمه اللي انا ودي او خاطري فيها. فمن هنا جت الفكره، بحيث ان انا اوفر عليكم مشوار النادي، انتم يا الموظفات والامهات، اوصل لك المدربه للبيت مع كامل الاكويبمنت او العده اللي هي محتاجتها اساس تمارس كلاس الرياضه، ما تحرم نفسها ولا تحس بتانيب الضمير انه خلص اليوم وما راحت النادي. طبعا الامانه يعطيك العافيه على هذا المشروع، يعني مثل ما ذكرتي كونك مراه وعندك مثل ما ذكرتي مواجيب التزامات، يعني من البيت للدوام ومن الدوام للبيت ومن غير العيال اكيد، فالكثير من المسؤوليات اللي تقع على عاتق المراه بحد ذاتها، ولكن حلو انك وفرتي هذا المشروع الجميل، وجدا نقدر نقول انه مشروع
مهم وهيلثي للمرأة. طيب احنا حابين نعرف اكثر عن شنو الاشياء اللي تقدمونها، هل في تمارين معينة؟ يعني مثل ما ذكرتي قاعد توفرون الكوتش والادوات. صح. طيب في تمارين يعني نقدر نقول تحتاج اجهزة كبيرة اجهزة صغيرة، فشنو التمارين اللي تقدمونها؟ يعني ما اشيل معي اجهزة كبيرة، الادوات الخفيفة البورتابل ممكن احنا ناخذها، السبورت مات، اذا كان في تمارين ويت ليفتنج راح ناخذ الدنابل، راح ناخذ الكيتل بيلز، راح تاخذ الميديسن بول او الويت ليفتنج بول اللي هي الكبيرة. إذا كان في تمارين مقاومة، يعني إذا في تمارين كارديو ناخذ الستبس، ناخذ فالأدوات الخفيفة البورتابل هي اللي ناخذها معانا حق السيشن، يعني الكوتش تاخذها حق بيت الكلاينت. التمارين أو البرامج اللي احنا نطرحها مختلفة، فأنا ما أقدر أقول لك إن احنا بيور كارديو أو احنا بيور ريزيستنس، لا، البرنامج ممكن يتألف من كذا نوع من أنواع الرياضة حسب حاجة المشتركة نفسها. هي لما تجينا في أول سيشن أو أول كلاس تقعد فيه مع المدربة راح يكون في كويستشنير استبيان، نسألها مجموعة أسئلة، راح نعرف وضعها الصحي، راح نعرف التارجت أو الجول مالها، راح نعرف شنو الهدف اللي هي تبي، راح نعرف الضغوطات اللي تتعرض لها. يمكن الناس يتعرضون حق ضغوطات وايد، الروتين وايد يعني متعب بالنسبه لهم في يومهم، محتاجه شيء يعطيها شويه ريليف او انه مثلا يكون ريلاكس اكثر. في ناس لا والله التارجت مالها انها هي تبني عضل او انها هي تعيد ترتيب او تنسيق الجسم، فهذا ممكن كله ينحدده من بعد اول كلاس مع المدربه. يعني استاذه هدى اليوم هل هذا الشيء اللي قاعد تفضلتي فيه يقني اليوم عن روحه النادي؟ هل ممكن أنت اليوم في مشروع هوم فيت لما توفرين الرياضة والمدربة والكوتش إلى البيت، هل هذا شيء يغني عن روحة النادي؟ يعني أتوقع اليوم في تمارين معينة ملزوم يكون فيها أنواع من الأجهزة، أجهزة الكارديو، تحتاجين هذه الشغلات اللي ما تكون متوفرة، شلون راح تعوضينها؟ هي المسألة كلها ثقافة جديدة. يعني دائما احنا مثل ما تفضلت، دائما احنا في بالنا ابي اضعف، ابي العب كارديو، ابي اسوي، لازم اروح النادي. ليش؟ النادي في كل شيء. الحين حتى الاندية صغرت بحجمها، صار في شيء اسمه عندنا فتنس ستوديو. الفتنس ستوديو حتى ما في ولا جهاز كارديو، او يمكن يكون بورتابل يتصفط وينحط ورا لها. يعني حتى ثقافة النادي كنادي صار اصغر، صارت المساحات، حتى طريقة تنسيق المساحات تغيرت، فهي ثقافة جديدة. مثل ما انا اقدر العب كلاس كامل متكامل تحت اشراف في الجيم، انا اقدر العبها في البيت بادوات خفيفة، وانا اقدر امارس الرياضة تحت اشراف المدربة اللي راح تجيني للبيت. نعم. طيب للأمانة سعود، احنا البنات قاعدين ندور النوادي اللي 30 دقيقة 20 دقيقة واضعف خلاص. هذه هبة الحين تقولش التمرين كلها تخلصينها ب 25 دقيقة. صحيح. بالضبط. شلون ما ادري. يعني مثل ما ذكرنا، فشيء حلو ان قاعدين توفرون، نقدر نقول يعني قاعدين تختصرين الوقت للعميلة انه تروح النادي والزحمة وغيرها من الامور، وبنفس الوقت قاعد توفرين لها، ولو نقدر نقول مثل ما ذكرتي انه هو نظام حديث، شيء جديد احنا قاعدين نتطرق له ونتعلمه، واكيد بالنهاية له استفادة كبيرة. طيب لكل مشروع في بدايته يواجه مشاكل ويواجه صعوبات، يا ريت تحدثينا عن المشاكل اللي ممكن واجهتك اثناء مشروع نفسه. من بعد ما بلشنا المشروع، يعني خلاص احنا اعلنا وبلشنا شغل، هي الثقه شويه اللي كانت يعني يتخوفون منها الكلاينتس اللي عندي. شلون اكون واثقه ان راح اوصل لهدفي معاكم؟ شلون راح التزم؟ اخاف باكر انا اقعد اكنسل الكلاسات وما التزم معاكم. او مثلا انا لي هدف، زي انا وايد زاد وزني، شلون؟ زي انا عيالي، انا مسؤول. فكان في شويه متخوفه اشترك، متخوفه ادش معاكم. انا كانت لي تجارب سابقه مثلا مع الانديه وكذي، ولا والله ما عجبني الوضع. فكانت شويه يعني حاولنا نكسر حاجز الخوف بشغله جدا بسيطه، بدل ما الكلاينت تدخل على اشتراك على طول معانا، ممكن تسوي شغله، ممكن تاخذ ترايل سيشن اللي هي جلسه تجريبيه، انت لا تشتركين معي، انت خذيها تجربه. مثل ما تروحين النادي تدفعين حق يوم واحد، ممكن تشتركين معانا جلسه واحده وشوفي امورك، اذا ارتحتي وعجبك الوضع المدربة جايتك وبارده مبرده، قمتي لعبتي كلاسك، ولا حتى تحت عيالك يكونون معك يعني، وتطلع المدربه، انت خلصتي امورك. اذا انت عاجبك الوضع ممكن تكملين معنا اشتراكات، عاد في اسبوعيه في شهريه. فهذا وايد البدايه ما كنا حاطين هالتكنيك هذا، فكان في وايد شويه خايفين البنات معنا، بس بعدها شويه لما طبقنا هالشغله هذه لا قدرنا نتغلب على هالمشكله هذه. ممتاز. طبعا احنا دائما لما نذكر مشاكل اي مشروع في بدايته، مش القصد منه الاحباط، ولكن نبين انه ماكو شيء صعب ولا في شيء مستحيل. استاذه هدى، في البدايه يعني
مثل ما قلتي كانت الصعوبة وشيء جديد داش على المجتمع، ممكن هو يكون في أمريكا وفي أوروبا هذا شيء موجود ومنتشر صحيح، لكن عندنا في الكويت وفي الخليج يعني من الشغلات الجديدة. لكن حاليا مدى استجابة يعني اللي يشتركون معاك في هوم فيت، مدى إقبالهم، آرائهم، الصدى اللي قاعد تاخذينه منهم؟ والله الاستجابة جدا جميلة بصراحة. يعني احنا دائما يعني انا دائما اشرف على الكلاينتس بصفه شخصيه بطريقه يعني استمراريه او يعني كونتينوسلي، دائما كل فتره والثانيه عاد اطلع الكلاينتس اشوف المشاكل، اشوف اذا في شغله مو عاجبتها فلانه، فدائما يكون في اشراف يعني مني انا على الشغل نفسه. الاستجابه وايد حلوه، خاصه اذا تقول لما تقول لي يعني لما تجيني ام وتقول لي ترى حتى عيالي قاموا يغارون وقاموا يلعبون معي، صدق غلط بس يعني يلا ها صار في حركه في البيت، فالطاقه الايجابيه قاعد ترتفع، هذا وايد شيء يسعدني يعني وايد شيء يفرحني. وبالعكس صارت الحين عندي الممبرشيبس، بدل ما تكون الام مثلا لحالها صارت الام وعيالها، فهذا من اكثر الاشياء او من اكثر البوزيتيف فيدباكس اللي انا ممكن افرح لهم. طيب مثل ما ذكرتي الحين انه صار في عندكم استجابه ايجابيه بهذا الموضوع، انا للامانه من الكلاينتس اللي ما احب البيرسونال ترينر، ما احب الضغط يصير علي، احب ان كلاس جماعي، ممكن ان انا اوكي تمرين 50 بول اب اوكي لا 30 بول اب بعد. فبالنسبه لهذه المواضيع يعني اكيد في كلاينتس نفس الشيء يصير ما ابي اشتغل بروحي ابي جماعي، فهل هذا الشيء متوفر انه ممكن اكثر من شخص في وقت واحد يتمرنون، ولا الموضوع انه كله بيرسونال وشخص بشخص؟ لا ما عندنا 1-to-1 اونلي، عندنا 1-to-group، عندنا كلاينتس يكونوا مجموعه من الكلاينتس موجودين في او المشتركات موجودين في نفس المنزل، تي لهم المدربه وتعطيهم الكلاس از ا جروب. مثل ما قلت لك من شوي بالبدايه كانوا مثلا انا وخواتي، انا وامي، انا وصديقتي، في حين قمنا ندخل في موضوع ان انا وعيالي، لان خاصه نسبه السمنه قامت كل مالها وتزيد بين الاطفال. صحيح. وكل ام قامت حتى لو عيالها يعني ما في اوفر ويتنس عندهم ان هم قامت تحاتي، فشغله حلوه اني ازرع فيهم حب الرياضه واني انا امارس هالشيء قدامهم وبوجودهم، او على الاقل ترى انا رايحه مثلا الصاله لان انا عندي كلاس الحين مع البي تي، فممكن يعني يكون هذا له وقع ايجابي عليهم. بالعكس عندنا جروبس، بس الجروب الواحد عشان يكون فيه تركيز على كل كلاينت وكل مشتركه تاخذ حقها من التمارين ما يتعدى الاثنين ثلاث مشتركات. بالنسبه هدى حق الناس اللي تعاني من امراض الديسك، امراض مزمنه، المراه اللي يكون عندها اصابه، شلون تتعاملون مع هالحالات؟ امراض الديسك ما هي كلها انا استقبلها، يعني امراض يعني في حالات معينه بس استقبلها، ودائما احرص ان احط معاها يعني البي تي المدربه اللي تستلم الكلاينت هذه دائما يكون لها خبره معينه في هذا المجال. البرامج تكون جدا خفيفه، فيها مقاومه لكن بصوره جدا خفيفه. بنهايه الموضوع المشتركه نفسها هي عارفه نفسها، دائما يقولون اللي تعاني من مرض الديسك او من امراض العظام بشكل عام، خشونه الديسك، ما راح تقدر تمارس الرياضه، لا صعب عليها، لا يسبب لها امراض، لا يؤدي، لا في مخاوف. صحيح. احنا يعني نحاول احنا نتغلب على هالشيء خاصه حق الناس اللي بالاكبر بالعمر، بحيث ان نعطيها برنامج شويه مخفف ما يكون في ذاك الويت ليفتنج بشكل عالي، يكون في اكثر شويه مرونه يعني موبيليتي اكثر. أكيد كل شخص لحاته وتمارينه المناسبة له. طيب بالنسبة لموضوع مثل ما ذكرنا الحين الكلاينت يحجز الكلاس، تي المدربة، في ساعات يصير على آخر نقدر نقول دقائق نص ساعة تبي تكنسل الكلاس، فهل في نوع مثلا من البنالتي عندك بالنسبة لهذا الموضوع، يعني بالنسبة حق الشخص اللي كنسل فجأة يعني قبلها ما كنسل بكم يوم أو قبلها بكم ساعة كنسل، شلون تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ شوفي لازم يكون في بنالتي معين، مو علشان هي كنسلت قبلها بنص ساعه او كنسلت بساعه، الغرض من التشدد في هذا الموضوع اني انا الزمك انك تلعبين الكلاس معي، لان انت دافعه مبلغ وانا ابيش تستفيدين مقابل هذا المبلغ. حلو. انا وصلتك المدربه للبيت، بس في ناس يعني انا صادفتني حالات مدربة تقول لي يعني هي حاطت لي القهوة والشاي وتقول لي يعني خلاص يعني نلعب ربع ساعة ونقزرها سوالف. لا، طالما
واصلتك المدربه وفي برنامج معين احنا ماشيين عليه ففي تارجت لازم احققه لك، اذا انت قعدتي تكنسلين كل نص ساعه، قبلها بنص ساعه، قبلها بساعه، قبلها بربع ساعه، والله حصل لي ظرف، والله كذا، الجلسه السيشن هذا يتكنسل من اشتراكك، فانت كانك دافع حسابه لكن ما لعبت الكلاس هذا. حلو. للأمانة عقوبة يعني بمحلها، يعني بالضبط، يعني الشخص قاعد يتعنى وقاعد يوفر لك، نقدر نقول كل سبل الراحة، الكلاسات موجودة واصلة لحد الباب، وهم يصير موضوع انه لا والله بكنسل على آخر دقيقة، لا، فأكيد لازم يصير التزام في الوقت، وأكيد بالموضوع نفسه انه أنا I wanna keep up و shape up بنفس الوقت. طيب حابين نعرف، هل بالنسبة للأشياء اللي تقدمونها فقط تمارين رياضية، ولكن في نقدر نقول نظام سيستم غذائي معين ممكن تقدمونه، ولا لحد الآن ما دخلتوا هذا المشروع؟ لا، أني أنا أقدم استشارات تغذوية بروفيشنال، شغلة يعني على بناء على علم. للأمانة أنا ما أقدر أتعدى حدود اختصاصين التغذية وأعطي شيء أنا ماني مهيئة أني أنا أعطي. ما حاولتي تتعاونين مع أخصائيين؟ بلى، في تعاونات بالمستقبل القريب راح نقدر نعلن عنها قريبا إن شاء الله. اللي نقدر نسويه الحين نحن نعطي نصائح عامه. يعني انا من قبل لا ابلش هالمشروع انا كنت يعني اوفر ويت، ما ابي اقول انا جدا سمينه، لكن انا كنت مرحله الاوفر ويت. فمن خبرتي انا عارفه مثلا النصائح العامه الطبيعيه، اني انا لازم اخفف الشوجر، لازم اخفف الاملاح مثلا، لازم ما اكل كل يوم برا وجبات سريعه، انا عارفه ان الوجبات السريعه كذا كذا كذا. فممكن انصح نصائح عامه اللي يستفيد منها، خاصة صغار السن، إن تلقينها مثلاً بعمر المراهقة فهي متعودة إن كل يوم تطلب لك الكوفي اللي مليان شجر أو كذا، فلما تستمع خاصة من شخص، يعني لما تستمع من شخص يكون خارج نطاق العائلة يبي مصلحتها وهي مهتمة في الموضوع وشيء جديد عليها، تأخذ تستقبل النصيحة وتأخذها يعني بعين الاعتبار. ممكن أقدم نصائح عامة إيه، لكن إني أنا أتعدى على حدودي، يعني أتعدى على الدايتيشنز اللي بالديرة الله يعطيهم الصحة والعافية، وفي تعاونات قريبة إن شاء الله. ممتاز، الله يعطيك العافية. ودي أعرف أنا كمشروع هوم فيت شنو ودك تطورين فيه؟ شنو تطمحي له؟ وايد، أنا قلت لك أنا لحد الحين وايد يستوقفني لما الأم تشترك مع عيالها، فودي أتعمق في هالمجال شوية أكثر. عندنا ممكن يعني في بالي فكرة التعاون مع مراكز علاج الطبيعية، حيث إن إحنا نوفر كلاسات علاج طبيعية، علاج طبيعي بدل ما نكون بس فتنس، حق اللي حالاتهم شوية صعبة ومو قادرين مثلا يروحون مراكز العلاج الطبيعي، ممكن أنا أعطيهم الخدمة هذه. في تعاونات يعني ما أقدر أعلن عنها حاليا، لكن الفكرة لا زالت موجودة يعني. نعم، طبعا أكيد أتمنى لك كل التوفيق بالنسبة لهذا المشروع، وأكيد لكل الأعمال القادمة فيه. طيب بالنسبة حق الساعات التمارين الرياضية اللي تحتاجها المرأة في نقدر نقول هوم فيت، إيش كثر تحتاج ساعات من الوقت أنها تستخدمها كتمارين رياضية لها؟ شوفي، احنا نظامنا 3 تايمز ا ويك، كل مره ساعه كامله. حلو. لما نظمنا المواعيد خليناها كل يوم وترك، على اساس انا اشتغلت معك اليوم على مصل معين بتمارين معينه، احبك ان انت ترتاحين باكر، ابيك تاخذين راحه، لكن ما تتوقفين عن الحركه. في فرق بين رياضه وبين حركه، يعني اليوم اللي المدربه ما راح توصلك فيه خليك دائما اكتف، حاول انك تمشين، تصعدين سلم، اذا تقدرين تروحين سباحه، تروحين الممشى، لا تكون نظام حياتك يعني مايل الى الكسل، بحيث ان اللياقه شويه يعني تزيد عندك المرونه، بحيث ان اعطي مجال حق المصل ان شويه تريح، لكن لا زالت فيها لياقه. اليوم اللي بعده احنا يوم وترك، تجيلك مدربه وتكمل معك البرنامج. نعم، حلو الموضوع انه يكون في جدول وفي نقدر نقول ارشادات قاعدين تقدمونها، ونتمنى اكيد ان السيدات يلتزمون فيها، واكيد مثل ما ذكرتي ان اتس لايف ستايل، وحلو الواحد انه يهتم بنفسه ويعطي صحه اكيد، ويهتم اكيد بصحته بشكل عام. طيب بالنسبه حق الاعمار اللي قاعدين تستقبلونها، في اعمار معينه قاعدين تستقبلونها؟ يعني خلينا نقول من 10 سنين وطالع، لكن يعني وصولا خلينا نقول اذا بحط ليمت لي 70 سنه. لكن بالنسبة حق صغار وكبار السن، دائما قبل لا تشترك معي أعطيها ملاحظة، رجاء أنا أبي منك ضمان الالتزام. مرة العودة تقول والله أنا ما لي خلق اليوم، أبي تلحف
ولا فلانه جايت لي ولا انا معزومه عند شاي الضحى ولا شيء، اقول لها اوكي ما يخالف على العين وعلى الراس، حاولي تنظمين جدولك بحيث ان انت ما تلغين كلاس معي عشان اضمن لك النتيجه او الريزلت بنهايه الاشتراك. ايضا بالنسبه حق صغار السن، راده بالمدرسه، تعبانه ما لها خلق، والله مو نايمه عدل امس، متكيسله، هني عاد واجب دور الام والابو انهم يشجعونها بحيث ان هي تاخذ الكلاس معنا تكون مستمره بدون اي انقطاع. استاذه هدى، اليوم كثير من الناس سواء الشباب او البنات تلقين وزنه زايد، نعم. يستحي يروح النادي، نعم. يخاف من رده الفعل من مواجهه الناس، يروح يقول انا رايح وسط نادي كلهم مضعاف او كلهم مجسمين، شنو اسوي وبسطهم؟ صحيح. فاليوم شنو نصيحتك للناس اللي خايفه وزنها زايد وخايفه تروح النوادي؟ شنو ممكن تقدمي لها انت اليوم وشنو ممكن تنصحينها اليوم؟ يعني كنصيحه، اول شيء لازم اسوي انا كانسانه اعاني من زياده في الوزن او اعاني من سمنه، اني انا انظر حق حياتي اللايف ستايل مالي. الحل مو بالنادي، الحل مو بالكلاس، الحل بتعديل نظام يومي. اذا انا طول يومي اتسدح وحط راسي ونايمه وبس اكل وساعه باليوم العب رياضه، ما راح تفيدني هالساعه، فلازم اعدل نمط الحياه اللي عندي، يكون في حركه زايده. اذا مثلا انا موقف السياره بالدوام قريب من الاوفيس مالي، لا والله اصمت ابعد شويه. اذا مثلا رايحة المجمع الفلاني أصفط عند باب المحل، لا خليني أصفط بالبوابة العكس أساس أنا أخذها مشية لين أوصل المحل اللي أبي وأردها هما مشية، بكذي أنا كسبت خطوات زيادة، تحركت زيادة. هم أرد أقول لك هو في فرق بين الرياضة وبين الحركة، فكلاس واحد باليوم وطول اليوم أنا مسدحة ما راح ينفعني. الشغلة الثانية أني أنا أنتبه حق العادات الغذائية اللي أنا أسوي أطبقها واللي أنا يعني أتابعها وأخذ فيها كنمط حياة باليوم. إذا ما أشرب ماء كفاية، إذا تناولي لمنتجات السكريات عالي، إذا ما أخذ بروتين، لازم أهتم في هالنقاط وراجع اختصاصي تغذية. لما أخلص الخطوات هذه ذيك الساعة أفكر بمدربة رياضة، تلقين أوتوماتيكلي راح يكون وزني قاعد ينزل، ترى مجرد تعديل في أنماط الحياة اليومية اللي أنا قاعدة أعيشها، مجرد تعديل بالروتين أوتوماتيكلي وزني راح ينزل، المود راح يتعدل. هني أنا أتخذ خطوة النادي أو الاشتراك معانا. طبعا لما تشترك معانا هي قطعت سالفة أن أنا أنحرج أو أن أنا أستحي أدخل كلاس في البيت، بكل خصوصية توصل لها المدربة وتطبق معاها الكلاس وتلعب معاها التمارين اللي راح تفيدها. بالبداية ما راح تقدر، لكن بعدها مرة على مرة راح تزداد قوتها وراح تقدر تطبق التمرين بشكل صحيح. وهذه شغلة يعني مو كل من كلاينتس ملوتي يقولون انهم مشتركين معهم فت، عشان شي احنا نضمن الخصوصيه مالتهم، لان تستحي او تنحرج. في ناس ردود الافعال ملوتهم شويه، احنا اليوم تكلمنا فيها بالانستغرام، تعبر عن تنمر شويه، انت ما تقدرين تسوين، انت وايد متينه. صحيح. انت فليش هي تحط نفسها في موقف مثل هذا؟ خلاص مدربه جايتها بكل خصوصيه من غير ما اي احد يدري، خليها تبلش تحقق انجازاتها بشكل خاص لما تبدي الناس تشوف النتيجه اللي هي قاعده تشتغل عليها. نعم. طبعا للامانه نصائح جدا جميله قدمتيها لي الساده المشاهدين، كل الشكر لك استاذه هدى على وقتك وعلى تقديمك اكيد لفكره مشروع هوم فيت. للامانه مشروع جدا جميل ومميز، والاكيد نقدر نقول الكل يقدر يستفيد منه. اذا حابه توجهين كلمه اخيره للمشاهدين. كلمتي الاخيره ان البني ادم، يعني البني ادم ما راح يعيش الا في جسد واحد، والروح هي وحده، فبدل ما انا انتبه بس حق الجسم اللي انا عايشه فيه واشد حيلي بتمارين لكن نفسيتي مش ولا بد، او انتبه حق نفسيتي واشوف اللي يريحها وما انتبه، يعني خليني انا احاول اني انا اعيش حياه صحيه من الناحيتين، من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الجسديه والناحيه العقليه ايضا. واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب، والله يحفظهم من كل شر. كل الشكر لك. طبعا مشاهدينا ننتقل الى فاصل وتغرير ومن ثم نتابع حلقه اليوم.
يعطيكم العافية، معاكم أخوكم محمد القطان مدرب الكاراتيه في أكاديمية الكاراتيه في صالة نادي اليرموك الرياضي. اليوم حبيت أتكلم عن الفن القتالي، فن الكاراتيه، اللي هو طبعا كلمة كاراتيه تنقسم لشطرين، هو اليد الخالية كاراتيه. الفن هذا يامنا من اليابان، بالتحديد من جزيرة أوكيناوا، عن طريق المؤسس فنكوشي، انتشرت حول العالم، واخر شيء جت هنا عندنا الكويت وبلشنا نتدربها على يد الاساتذه الكبار، لين الحمد لله احنا وصلتنا وقدرنا ندرب اللاعبين الصغار. لعبه الكاراتيه تنقسم لشطرين، هو الكاتا والكوميتي. القتال الحقيقي اللي هو الكوميتي، والقتال الوهمي اللي هو الكاتا. طبعا اساس الكاراتيه الكيهون، وهو يتطبق دائما في الكاتا اللي احنا نسميه القتال الوهمي. في بداية التمرين يوقفون اللاعبين صف واحد لتحية المدرب، بعد تحية المدرب نشتغل على تسخين اللاعبين، تهيئتهم لدخول التمرين، بعد ما نهيئهم لدخول التمرين يوقفون اللاعبين كل واحد في مكانه لبدء الأساسيات الكيهون اللي نشتغل عليها. طبعا الأساسيات عندنا أساسيات بالإيد، أساسيات بالريل، أساسيات الهجوم، وأساسيات الدفاع. في أساسيات الهجوم عندنا مثلا الإيد، احنا نسميها زوكي، القبضة، قبضة الإيد. عندنا بالدفاع عندنا الاوكي، او مثل الاج اوكي ولا السوت اوكي، كذا دفاع عندنا، بس الاوكي هو معنى دفاع. عندنا الركلات، عندنا الركله الاماميه والجانبيه، يعني مثل الماي جيري، المواشي جيري، واليوكو جيري، احنا نقولها جيري لان الجيري هي حركه الريل. راح نحاول نطبق اغلب الحركات اليوم مع لاعبينا سواء بالهجوم وبالدفاع، ومن هالحركات هذه راح نستخدم العديد منها لتطبيق الكاتا اللي هو القتال الوهمي. دي تانكياي مواتي اي دي تان تي. مثل ما نشوف عندنا ابطالنا اللاعبين متمكنين في هالحركات الكيهون اللي نشتغل عليه، كونهم تدرجوا في الحزام، من الحزام الابيض الى الاصفر الى البرتقالي، لين عندنا الحزام البني متواجدين معنا. طبعا رجعنا لكم مشاهدين بعد فقرة الكابتن محمد القطان، فقرة الكاراتيه، كل الشكر له وكل المعلومات اللي قدمها لنا. حابين اكيد نرحب معنا بضيفتنا من رياضة دفع الجلة والرمح، معنا اللاعبة باسمة نجم. طبعا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. حبيبتي الله يسلمك، حياك الله. كنت باسمة في البداية كلمينا عن الرياضة وبدأ تعلقك في هذه الرياضة، ومتى بلشتي فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني حضوركم إن شاء الله. أنا أول ما بديت طبعا ممكن يعني إعادتي مو من الصغر، لا يعني بعدين، يعني عقب الجلطة صارت جلطة، أي فقعدت سنتين في البيت، ماكو لا شغل ولا شيء، ما أخذت تقاعد طبي وهذا. فقمت ومع هذا سألت عندي رفيجتي عندها ولد معاق وكذي، فقلت لها شلون النادي في يعني ليه الحين مستمرين بنات وشباب ولا بس شباب وكذي، وتقول لا في ليه الحين مستمرين شباب وبنات. قلت لها شنو يبون وكذي، فخذت الأوراق، كان أذكر 2011، خذت الأوراق ودشيت النادي على طول. دفع الجلة والجري من البداية ولا كانت الرياضة؟ لا لا لا، هي من الأول الجلة والرمح والقرص، كان ثلاثة. نعم.
طيب يعني شيء جميل ان الواحد يلاقي الرياضه اللي هو يحبها واللي هو نقدر نقول ينجذب لها. هذه الرياضه يعني بالنسبه للكثير من الاشخاص يعتبرها نقدر نقول رياضه صعبه، رياضه مو الكل يقدر يتقنها، فشلون انت يعني وجدت نفسك في هذه الرياضه؟ والله ما ادري، بس انا يعني حبيتها. حبيتيها؟ اي حببها لي يعطي العافيه ويزاه الله خير كابتن ايمن. يعني هو اللي بدايه مع الكابتن ايمن، بعدين يوم انتقل وكذي فاخذني كابتن احمد حربي يعطيهم العافيه. فاي يعني هم مسكوني وحببوني. انا طبعا بيني وبين لما يقولوا لي صاله الاثقال تيني مثل يعني استخف، ما احب شيء. نعم. اسمه يعني صاله الحديد، تعالي لعبي البنش وما بنش وهذا. احس اني بهالجو، احس اني جو كاني جو ريال، مو جو شباب، مو جو بنات وكذي. بس يعني الرياضه تحتاج قوه وكذي، ف يعني ومع تمرينات ومو كذي. وكان جونا يعني جو النادي جو عائلي. يعني لما احنا نتكلم مع الشباب او مع الكباتن كنا مثلا نتكلم مع اخواننا، نتكلم مع ابهاتنا. ما في اشياء يعني ان في زماله وما زماله، هذه ما في. في اخوان عندنا النادي، اخوان واخوات. اي هذا شيء طبعا يعطيك حافز ان انت تنجزين وتبين مراكز. لكن اليوم الرياضه دفع الجله والجري والرمح، هل هي تعتمد على القوه البدنيه ولا التركيز الذهني؟ والله هو اثنيناتهم. اي يعني تحتاج القوه، ان تحتاج قوه الجسم، لان الانسان لما يلعب يكون لاعب لازم يكون عنده قوه عشان حق دفع الجله او الرمح او القرص. زين الذهني، انا لما انا يعني مثلا انا رمايه، اوكي العب رمايه او اطق الشيء، لازم يركز ذهني عشان ان انا اصيب هذا الرقم او اني انا اخذ هالرقم. فتحتاج تركيز ذهني عشان اخذ هذا الرقم اللي انا ابيه. مثلا انا ابي رقم 8 او ابي رقم 9، فلازم اركز ذهني عشان اني انا اخذ هالرقم هذا. نعم. طيب بالنسبه للجله اكيد لها اوزان معينه وكثيره، بالنسبه للوزن اللي انت تتعاملين معه في الجله يا ريت تحكين عنه. الجله انا العب ثلاثه وزن ثلاثه، بس مو يعني ما العب بالتمارين مو كله ثلاثه العب، لا لازم احتاج مثلا وزن 2، وزن 4، 5 عشان ان العضله ما تقعد على وزن واحد. اي فلا بالتمارين احتاج هالاوزان، بس لما بالبطوله لا وزني 3. ارمي بالثلاثه. ذكرنا البطوله، في سؤال وايد يهمني وابي اتعلم منك، واكيد في كثير من الناس اليوم مجرد ما يمارسون الرياضه امر جدا جميل وسليم وسهل. حلو. لكن في البطولات اليوم ما شاء الله انا اشوف الميداليات مسطره قدامي والمراكز الجميله الذهبيه والفضيه والبرونزيه، يفقد التركيز الذهني. شلون اقدر احافظ على تركيزي الذهني وسط الضغط في البطوله؟ ها شوف هو هذا اهتمام يعني الكابتن. الكابتن هو يقعد ويحفزنا ويخلينا يعني يعني شلون ان نركز على الرقم او نركز على البطوله. لا تخافون انتوا انتوا يعني قوه اي كذي انتوا قدها وقدود انتوا. يعني دائما اشوف يعني شلون تحفيز من الكابتن وكذي وهذا ما يخلينا. فحتى من يعني النادي زين الاداره اللي يطلعون معانا اداره نادي المعاقين. اي اداره نادي المعاقين يعني يعطيهم العافيه، وايد عندهم يعني يعطونا الدعم قوي منهم. يعني الكلمه الحلوه، الابتسامه، يعني كل شيء يعني ما
يعني شو ما يخلونه. نعم هذا أكيد هو أهم شيء أن الدعم يكون موجود في جميع الحالات وخصوصا اللي توجهت البطولة أكيد. طيب مثل ما ذكرنا الحين إحنا أن عندكم مشاركات في البطولات عديدة ولك أكيد مراكز مختلفة، يا ريت تحدثينا أكثر عن هذه البطولات اللي شاركتي فيها. أنا شاركت بطولات عديدة منها بطولات خليجية فزاع والشارجة وبطولة المغرب وتونس وبطولات خارجية آسيوية وغرب آسيا. هذه اللي بشهر 10 اللي سويتها، تركنا بشهر 10 أول 10. يعني ما شاء الله هذه الميداليات وهذه البطولات اللي حققتيها أكيد في هناك شخص وراك يدعمك ويساندك، من وراء هذا النجاح اللي تفيدك؟ والله الدعم الأول حق الوالدة، يعني الحمد لله الله رزقني بوالدة الحمد لله، يعني ما أدري بس أفتخر فيها إن هي أمي. يعني إذا مثلا ما جبت شيء أو إني مثلا نزل رقمي لا باسمه، عادي هذه رياضة، مرة تكسبين مرة تخسرين ومرة يعني خلي خلي امانك بالله قوي زين، وانت يعني عادي اذا هذا تعوضينها ان شاء الله وكذي، يعني حامد تدعمني بدعم قوي يعني ما شاء الله عليها. عسى ربي ان شاء الله يخليها لك ويطول بعمرها ودائما تكون موجوده ودائما اكيد لك في هذه الرياضه وجميع من الانجازات حبيبتي. طيب باسم احنا حابين نعرف بالنسبه لقوانين رياضه الجله، هل تختلف ولا نفس القوانين تكون موجوده؟ لا شو احنا يعني لما البطوله في ناس جلوس زين يلعبون وهم جلوس مثلي انا، وفي ناس لا وقوف. فالوقوف لهم يعني فئات وأوزان عادي غير مختلفة، فلا يختلف في من الوقوف للش اسمه الجلوس. وكل الجلوس لهم فئات مختلفة، يعني في فئة 33 32 للخمسينات، هذه كلها فئات جلوس وفئات هم نفس الشيء الوقوف، فيختلف من الوقوف والجلوس وبين الشباب والبنات يعني يختلفون هذيلا. نعم. نبي نعرف طريقة استعدادكم قبل البطولة. اي ندش معسكر زين. داخلي ولا خارجي؟ ساعات داخلي وساعات خارجي. يعني ينظمون النوم، ينظمون الأكل، يعني التمارين، تكثيف بالتمرينات الصبح والعصر. هذا اللي طيب اكيد انه شيء جميل ان نقدر نقول انكم تتجهون للنادي ويكون في لكم هذه التجهيزات والتنظيم اكيد لهذه التجهيزات والمعسكرات لهذه البطوله. طيب احنا اكيد قاعدين نشوف الحين بالتو بوكس عندنا بعض لمشاركاتكم للبطولات، يا ريت تحثينا اذا تذكرين من خلال بعض الصور عن البطولات وين كانت وين صارت. هذه الصوره هذه بطولة آخر بطولة بالأردن قرب آسيا، كنت ماخذة الميدالية الذهبية. أي والله الحمد لله يا ربي. وهذه مجموعة بنات يوم بطولة فزاع 2019 اي توها. وهذه بطولات جاية عندكم تشاركون فيها؟ نعم في بطولات جاية بالدرب تشاركون فيها؟ اي هذه الايام بطولة الخليج، بطولة المرأة للخليج ان شاء الله من 20 ل 30، وان شاء الله نشوفكم وتشجعونا ان شاء الله ان شاء الله. وعندي بعد بطولة ثانية بشهر 11 اول 11 في دبي بطولة العالم، انا متأهلة ان شاء الله. ممتاز الله يسلمك. طبعا اكيد كل التوفيق لك في هذه البطوله ونتمنى اكيد مراكز حبيبتي. جميله. طيب بالنسبه لرياضه الرمح احنا تحدثنا عن الجله، يا ريت تحكينا عن رياضه الرمح، يعني شلون تتمرنينها، طريقه لعب هذه الرياضه؟ ايه نفسها نفس الجله اي التكثيف وكذي، هذا
بس انه طبعا يعني مسكه غير تختلف عن الجله وكذي، بس انه تمارينها نفس تمارين الجله، يعني ندخل الصاله وكذي ناخذ نفس التمارين نفس هذا، بس ان التدريبات غير. طبعا الرمح نمسك الرمح والجله نمسك الجله. أي. نعم. طيب اكيد بالنسبه لي في اكيد العديد من الناس اللي حابين يشاركوا في مثل هذه الرياضات وحابين يتجهون لهذه الرياضه، هل في نصائح معينه ممكن تقدمينها لهم للي حاب يتعرف اكثر على رياضه الجله والرمح؟ اي يعني الحمد لله يعني اللي يبي رياضه ويدش النادي زين، فلا يتردد ويقول انا مثلا انا صغيره او انا كبيره، لا، من 9 سنين لفوق، لا يعني اي عمر من الاعمار الرياضه ما توقف على اي عمر، لان خاصه اذا كانت رياضه فرديه ما لها شغل بالعمر. اذا انت تنجز وتبي تحب اي لعبه تقدر بسرعه، يعني روح ودش على قولتهم دش داخل النادي. بس انه ما في يعني احد يوقف، يعني ما حد يوقف العمر او انه يقول لا انا هذا، اذا انت مستعد حياك الله. طبعا كانت معنا الشيخه نعيمه في حلقه سابقه وتكلمت عن بطوله الخليج للمراه القادمه، نبي نعرف استعداداتك ان شاء الله ذهبيه. ان شاء الله ان شاء الله مشاركه؟ ان شاء الله اي مشاركه معاهم مع بطولة المرأة، اللي قلت لك تبدي من 20 ل 30، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب اجيب الذهبيه. طيب اكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق في هذه البطوله وجميع البطولات اكيد القادمه اللي بتشاركين فيها. ان شاء الله حبيبتي الله يسلمك. طبعا مشاهدينا هذا اليوم نقدر نقول كانوا ضيوفنا لهذا اليوم. شيء حلو ان الواحد يتقن العمل مثل ما ذكرنا في بدايه حلقتنا، سواء كان عن صعيد الرياضي او سواء كان نفس ما ذكرت نقدر نقول الضيفه السابقه في هوم سنتر، ان التزامهم اكيد في النادي والتمارين الرياضيه. طبعا كل الشكر لكم، ومثل ما حبينا نذكر في بداية البرنامج متواجدين من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، كل ما يهم الشباب وأي أحد عنده فكرة عنده إبداع عنده مبادرة مشروع فعالية شبابية، برنامج شباب قول وفعل يعطيك كل الحق في تغطية أي فعالية عندكم. على الخير ومحبة، التقينا على الخير ومحبة، نودعكم في أمان الله.